نحكي الصراحة بدك من كاتبين؟ أنا؟ لحظة بس ليش عم تعيدة يعني؟ وحد الله ما عاش بدي صور ثورة وحدك ما عم بمزح أسئلة وأجوبة كفا هلا ما عم بمزح هاي للكل كيفكم نحن اليوم رجعنا فيديو جديد مع سينتيا هاي قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام تعملوا لي فولو كمان على الانستغرام وبلشت يوتيوب جديد فروحوا ادعموها اليوم فكرة الفيديو هو أسئلة وأجوبة سألتوني هون على الانستغرام لحط لكم هون البروفايل تبعي فسألتوني كل الأسئلة المطلوبة بدنا نسألهم لبعض نفس الأسئلة أول سؤال كان شو الحسنات اللي فيه والسيئات اللي فيه طب ليه بدنا نعمل هيدا الشيء أنت شو بتحس فيه سيئات وشو فيه حسنات وأنا نفس الشيء إيه شو عم نعمل مش كل واحد يقول عن حاله يعني لا أنت بتقولها عني وأنا بقول عني ولا ما فهمت الفكرة ونحن عدنا عن سيئات كل شيء حسنات ماشي عم بمزح لا سيئات لا ما نحكي بصراحة الفيديو سيئات ما بعرف طب احكي احسن على كاميرا سيئات ما بعرف شدي حالي شوي مصدومة بجد ومش بنطق ولا اعطيه وهرتك سيئات ما بعرف شو لا ولا ابو حسن سيئات يعني شو الاشياء اللي بتحبيها فيه مثلا شو المناح ما بحب فيه ما شاء الله بطلت تعرف لا روق بدي نقي هيك شيء كل شخص فيه ما تعملي لها دور انا نازل من السما هيك هابط كل فيديو هيك عم تاخذ نص ساعه على جوابه يلا ناطرين ريفيو طيب روق حسنات انك صادق مش بكل شيء لا لا ما انك صادق ابدا لا روق هو كل شيء وشو بعرفني طب بدي بلش انا وانت جاي فكرة اوكي بس انا نحكي الصراحة مش انا من جامعة كاميرا انا كون يا اكتاج سينتيا شخص من هنا لهنا السيئات لحالك حسنات حسنات يمكن حنونة هيك سلسة سيئات انانية بشكل مش طبيعي بتحب نفسها نحكي بالمصري ولا تطلع أهضم هيك كثير تطلع كمان سيئة تحب المصاري أنا؟ إيه إنه هي بتنعاد سيئة يعني لا أنا إيه؟ الشيء آخر همه هو المصاري أنا لا عنده؟ إيه أبدا ما بيعني لي طيب بتحب الماديات بدك ماديات يعني مش مصاري يعني مادة إيه هيك قصدي أنا مش إنه ضروري مصاري مصاري يعني وهيك يعني بس انه اكثر شيء سيئة عم نحكي الصراحة بدك من كذب اوكي شو بك سيئاتك غليظ يمزح كتير تقيل الدم بس ينام القوي واعي هيدي كتير بكرهها فيه انه بس يكون نايم واجت واعي ما بيوعى بعصبني كتير طيوه هيدي كتير كتير بتعصبني ايه بس مين سيئاته ابشع انت ما علي يعني بنحكي الصراحه وانت بتحب بس المصاري لا انا بحب المصاري انت هي تقبرني انا بديش اقول بركز عنت منه اسمه هي انا هي تقبرني انت ما بتحب المصاري انا؟ لا عنجا؟ لا يوتيوب تيك توك لشو ليش وين طلع مصاري منه؟ يوتيوب ايه وين طلعت مصاري منه؟ يوتيوب ايه وين طلعت بينما انت قديه عندك على التيك توك لا بس عن جد انت كتير بتحب المصاري شو بيك بتذكر لما كنا نحكي تقلي بدي شيء انا اهم شيء جيب لي مصاري ومدري شو لما هيدا من شي سنتين بس كنت عم تحكي شو بدك تعمل بس تكبر نسيت ايه حدا بفوت لك انا على شغل وما بيطلع مصاري لا تقلي بدي كتير كتير مصاري وشو ما كان كان كل حديثك انت يكون عن ليش حدا بيشتغل عن جد وحيط الله هلا هي معصبه لما قلت لها بتحب المصاري عم تشتغل لا ايه المصاري هلا كل شيء صار بالحياه بس انه ما انه هدف اساسي عندي انت عم بقول هدف عندك معلش عم بقول لك انا ما بس انت فيك ما بعرف شو سيئتك اسم الله قد ما كتار ما عم بعرف نقي وحده لا صراحه مش قد اذا بتعيشوا ما بتعرفوا انا عم بحكي بس كحسنات لا فيه في كثير اشياء حسنات انت يعني ما كثير يعني ما شايفتك عم تضحك لك عم بضحك لانه عم تشوف ردة فعلك عشان معصبة لا ما بدها لا دروقة بتعرف عيد لا ماني معصبة هلا عصبتني عن جد يعني عم نحكي الصراحة بدي كذيب طيب بتعرفوا شو سيئات لك ما تعيطي على الكاميرا لا ما تعيطي مستفز عن جد كتير كتير انا مستفز كتير ليكو ليكو كله على بعضه مستفز خلص نقلوا لغير سؤال بدي حسيتني عم تشرشوا بعض مش عم تصوروا مع بعض
ليش هيك بهدلت طبعا؟ لحظة بس ليش عم تعيدي يعني؟ هداك راح مشكل 20 دقيقة مشكل يمكن لا. ايه بس ليش عصبت وقلت مشكل؟ وحيد الله ما عاش بدي صور هيدا الفيديو. وحياة أمي. يلا صورة وحدك. صورة وحدك ما عم بمزح هلا كنت ماشي مزح هلا ما حش امسحك. ليه؟ خلص صور الفيديو لوحدك اسئلة واجوبة عنك. يعني لحظة مش انا اسئلة واجوبة. كفى هلا ما عم بمزح. لحظة هلا لحظة. ما انا مش اجوبة واسئلة. ويت شفت هذا الفيديو ما يكون عم تعمل فيه مقلب الاستفزاز ده. هلا ليك هلا انا بستفزك وبجيك بحطك بشعرك هون عادي يا هون. خبرتك امك ولا نازل انت ما معك طبر؟ شو؟ ما خبرتها لامك انه ضاع فيك المقلب. انا اقول لي هلا بتعمل لي ايه كثير كون خلص بلا ما تساعديني روح انزلي. انا طالع على البيت ماما سامعه طالع حضري حالك. بس كيف كان اذا انا فكره بتعرف شو عملت؟ تخيلت انا هلا يقطع سؤال واسال بحكي خمسه لتستفز ولا دغري استفزك. هذا شيء منيح عن جد. انت ما تشوفي بس قلت تحب مصاري كيف عم شكله اصلا بدي اعمل كراب فرجيكم شكله. هذا مقلب لا بس كيف كان المقلب عليك؟ كان حلو بس ليك وهي بتحب المصاري كان صح. فهذا كان الفيديو مقلب ظريف صرت عامل فيك اثنين. عملت واحد بالكورونا روحوا شوفوه هلا هيدا. بتعرف كم شخص صار قايل لي اعمل لي مقلب بكفن وانا بقول حرام؟ حرام مش حرام ابدا. بتمنى لكم عجبكم الفيديو اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك فولو على تيك توك انستغرام ما تعملوا له. بنشوفكم بالفيديو الجاي ورح نعمل فيها مقالب اكثر لسنتين. لا دول مع انه انا توقعت تاخذي اكثر ما جيب تخيل تتغلط عصبي كان معها خبر حموت فيك المقلب. هذا كل شيء باي.